من مواليد مدينة صويرة، وأنا جد فخور بأنني تزاديت وتولدت في مدينة صويرة وعشت في مدينة سلا. أنا الحمد لله يعني إنسان عنده كما تنقولوا عقبات في الحياة ديالو، قدر يتجاوزها وقدر أنه يعني من واحد الإنسان اللي كان ضعيف مريض مثلا بهذا المفهوم هذا بين قوسين، أن المرض أثر عليه وجعله إعاقة، قدر انه يقلب على ذاته ويبحث على ذاته ويكون راسه بواحد واحد الفن اللي ان شاء الله كيبغي انه يطمح يوصل فيه للعالميه. لما لا؟ لان حتى شي حاجه ما بعيده. والجميل انني كنبحث انني نزيد نطور هذا الفن ونزيد نعطيه للناس اخرين حتى هما كذلك يمارسوه ويقلبوا على ذاتهم، لان كما قال الصديق من لا شيء يصنع الشيء، وقيمه المرء فيما يصنع. كان عندي اعاقه جسديه، يعني واحد النهار كنت مريض، كنت انسان طبيعي، وواحد النهار يعني حتى يعني مرت كتب الله مكتوب انني مرت عادي جدا، تعوقت، تحديت الاعاقه، ودائما كنت متفائل ودائما كنت باغي نزيد لقدام، يعني ما باغيش نرجع للور ونشوف راسي. الاعاقه فين تعرفت الاعاقه؟ في رجليا. نقول لك واحد القضيه، السبب باش خرجت من الاعاقه السبب هو الفن. والجميل انني تعرفت على ناس بزاف، يعني مخرجين سينمائيين ممثلين فنانه اللي حفزوني وشجعوني على انني نزيد نطور هذا الفن ونزيد نمارس هذا الفن هذا. وي كانت عندي ورشه في مدينه الرباط مع دابا تياتر اللي كنوجه لهم الشكر، ومن بعد يعني قررت يعني انني نزيد ندير ورشه ديالي بوحدي، نستقل فيها هنا في دارنا. المهم مرحبا بكم بعدا في الورشه ديالي، وهذا هو المكان. بعدا نوع الاسلاك، كاين مجموعه من الانواع ديال الاسلاك، كاين الالومنيوم والغالفانيزي والسلك عادي يعني حديد. الاسلاك هادو كاين بعض المخلل مثلا، كان سبق كنت كنمشي عند الكاميوات دوك المتلاشيات اللي ما كيستعملوهمش كناخذهم من عندهم. الجميل انني لقيت راسي انني تنحافظ على البيئه، وفي نفس الوقت انني كندير شي حاجه اللي زوينه والناس تعجبهم، ومن ثم بدات البادره. ودابا مؤخرا وليت تنشري السلك على ظروف يعني ديال الحجر الصحي تنمشي عليه. كاين قاصح وكاين على حساب انت، يعني انت شنو بغيتي، انت شنو بغيتي، يعني انت شنو بغيتي، يعني الا كنتي بغيتي مثلا شي حاجه اللي فورس راه تاخذها، يعني على حساب العمل الفني. ولكن الا كان دغيا يعني انت غير كتعوجو ولا شي حاجه تيكون يعني ساهل. بالنسبه يعني انا بالنسبه لي انا كاين واحد النوع ديال السلك اللي قاصح عليا الفورس ديال الصحه ديالي، ولكن كاين واحد النوع ثاني اللي خفيف يعني دغيا كتنيه. يعني نعرفوا في البدايه مثلا انا نعطيك واحد الحاجه، اي شخص، انا نوجه واحد الرساله اللي ربما تكون، اي شخص غيتعرض للاحباط، اي شخص يتحرض يعني اي ما الناس اخرين غادي بحال غادي ما يعطيوش واحد الانرجي اللي زويونه، وغادي يعني غادي يتهرس في الطريق، غادي ما يكملش. بالعكس انا غادي نقول لك اي فن كنتي كتمارسو او اي مهنه كنتي محبوب فيها وكنتي باغي ديرها وانت من قلبك وتكون زوينه وتعطي فائده للمجتمع ديرها، ما تيأسش. علاش؟ لان حنت في البدايه ديالنا تعرضنا للهرس، يعني من كاين اللي ما كيقولش كلمه زوينه، كاين اللي ما كيقولش كلمه يعني اللي تستاهل. من بعد بدينا تنطوروا راسنا، هذوك الناس هما بداتهم ولاو تيعترفوا بنا، هما بداتهم ولاو تي يعني بحال تنقولوا ولاو كيعطيونا قيمه بهذا المفهوم. انا مثلا في البدايه ديالي نقول لك واحد القضيه، كنت تنصايب السلك كنت تنصايب، واحد السيد قال لي انت عاد مثلا تخربيق. انا بالعكس انا ما اعتبرتوش تخربيق، انا عجبتو لار فن، شي حاجه تنديرها مرتاح فيها، فهمتيني. من بعد انا صدقت مشيت شاركت في مصر، انا كنت تبعت هذاك السيد قال لي ها كتخربق، ما نقدرش ندير حتى شي معرض، ما غنشارك شي حاجه، فهمتيني. يعني كنوصي الشباب المغربي خاصه، لان الشباب المغربي مبدع خصو يقلب على ذاته. وسبحان الله العظيم والله الا اي بلاد مشيت مثلا مشيت سمعت فيها مغربي كنسمع فيها مبدع ولا فنان ولا مخترع، وهذا كيشرفني انا بزاف قسما بالله، كيشرفني. وعلاش لا ما نمارسوش الفن جامعه، لان الفن
ترقي في الافكار، تبعد منك الطاقه السلبيه، تخليك ديما طاقه ايجابيه، تعمر الوقت ديالك. تعمر الوقت ديالك ولا حتى الفراغ تيدي لك اكتئاب اصاحبي. وسيرتو انا واحد القضيه، الناس مثلا اللي كيكونوا مثلا عندهم واحد المعاناه في الحياه، ضغوط نفسيه صعيبه، بغيتي تغلب عليها تغلب عليها باش بالفن، سواء بالرسم، موسيقى، يعني اي حاجه اللي انت غترتاح فيها، ماشي ضروري تلزم انك تكون تعرف كل شيء، المهم انك تعرف دير شي حاجه اللي كترتاح فيها وتفرغ ديك الطاقه. الحمد لله انا باش نقول لك واحد الكلمه، انني ماشي عاطل على العمل بين قوسين، لان مادام انني ندير هذا الفن الا انا عارف انه غيعطيني ومع المده الزمنيه ديال، يعني انا ما تنقولش انه يعطيني هذا العام او العام الجاي، يعني انا متاكد وزيد متاكد انني خصني نصبر، خصني نزيد نطور، وان شاء الله علاش لا. شاركت مع مؤخرا واحد المعارض، وكان يعني في العام اللي فات كنت شاركت في مصر. شنو كورونا تما؟ كورونا مع الحجر الصحي تخربقاش. لا يأس مع الحياه، دائما الابتسامه والعمل، غادي يوصل الانسان رغم انه ما وصلش هذا العام، غيوصل العام الجاي، ولكن متابره. راه بحال كنقولوا ان الحياه راه معادله الهيه صراحه، معادله الهيه، وربي ما عمره يخيب شي واحد، واي واحد تعطيه الله على قد نيته. الحمد لله.